النهاردة بينورني وبيشرفني برنامج سبوت لايت أشهر عمدة في 2024، إنديجو محمد رياض. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين طيبين، ورمضان كريم. الله أكرم. فرماوي يعني في قلع الحجر، يعني عمدة، ومش عمدة سهل، شرير شوية ولا شويتين؟ لا شويتين. حضرتك قبل كده كان عندك أكتر من عمل صعيدي وكلهم ناجحين جدا، يعني لو هنقول مثلا دوق الشارد، فارس، يعني لغاية دلوقتي كلنا فاكرين مشاهد كتيرة منه، بنت القبائل برضو، أو بنت القبائل برضو كان مع المخرج الكبير حسني صالح اللي برضو حياتك بتتعاون معاه السنة دي. ليه اخترت دور صعيدي السنة دي في رمضان؟ والله كان بقالي فترة كنت عايز أعمل دور صعيدي، لأن يعني كل ما بمشي في الشارع الناس بتقول عايزين مسلسل صعيدي. فلما لقيت الورق ده والاستاذ حسني كلمني على قلع الحجر، قريت الورق لقيته ورق مختلف عن الصعيدي اللي انا عملته تماما. حتى البيئه اللي موجوده فيها في الصعيد مختلفه، اللهجه مختلفه، الموضوع كمان مختلف. يعني احنا هنا في قلع الحجر بنتكلم عن العادات والتقاليد، وعادات وتقاليد بقالها سنين ومئات السنين يعني. والمسلسل هنا بيلقي الضوء على هذه العادات، وبنحاول يا رب ان شاء الله تتغير، لانها عادات يعني مش المفروض انها تبقى موجوده، يعني بعيدا عن الطار وكده، يعني عادات تانية مختلفه.